اهلا مشاهدي الكرام، مشاهدي الفاس برس، ضمن حلقه جديده من برنامج ضيف وقضيه. تعرف الساحه القانونيه نقاشا كبيرا ومكثفا حول عدد من مشاريع القوانين اللي مطروحه الان امام البرلمان من اجل المناقشه والمصادقه. على خلفيه هذا النقاش هذا نستضيف السيد الاستاذ علال بصراولي، هو النقيب السابق ديال هيئه محامي خريبكا، وايضا انت المنسق الوطني لقطاع المحامين الاتحاديين. اهلا وسهلا ومرحبا بك سيد نقيب. مرحبا اخي منير، شكرا لك وشكرا لجريده انفاس على هذه الاستضافه. اهلا وسهلا مره اخرى. طبعا دائما في السياق ديال هذا النقاش القانوني اللي كنتابعوه داخل جريده انفاس بريس، يعني الان مطروح النقاش مشروع قانون المسطره المدنيه. نبغوا نعرفوا سيد نقيب، يعني شنو هي الملاحظات ديالك لا الشكليه ولا الموضوعيه لهذا القانون المشروع هذا؟ نعم، موضوع مشروع المسطره المدنيه هو واحد من المواضيع اليوم التي تشغل الساحه المهنيه، لم نقول القانونيه بشكل عام نظرا لاهميه هذا القانون باعتباره الشريعه العامه في القوانين الاجرائيه. وكنا كنتمناو انه يكون نقاش اوسع من هذا، لان هذا القانون وان كان اليوم المحامون هما اللي كيناقشوه بشكل كبير، ولكن هو مؤثر في العمليه القضائيه بشكل كبير، ولذلك كان ممكن يكون نقاش اوسع، يعني كان ممكن يكون نقاش لكل الفئات المجتمعيه وخاصه الناس اللي قراب القانون. ولذلك بالنسبه لنا هذا يعني النقاش الهام الجاري اليوم خاصه في الاوساط المهنيه، هو نقاش صحي مهم. اليوم المشروع هو في لجنة العدل والتشريع، بعد غادي الجمعة سيتم المصادقة عليه في اللجنة، جاري تقديم التعديلات النهائية. نتمنى أنه يكون يعني من هنا اليوم الجمعة ويوم الجمعة في التصويت داخل اللجنة أنه تكون يعني آراء إيجابية ومواقف إيجابية حتى يتم تقديم مشروع متكامل وتكون فيه إيجابيات. هذا هو المتمنى ديالنا، لأن المشروع بالشكل باش تقدم اليوم لا يحوز رضا أو اتفاق ليس فقط المحامين بل كثير من الفاعلين في العملية القضائية، بحيث أنني استمعت للمفوض القضائيين، العدول، كتاب الضبط، الخبراء، كل فئات اللي يعني وأيضا شاركت في دورة ندوات المحامين. نعم، أيضا كلهم يعني ما متفقينش على المشروع ديال قانون المسطرة، كل واحد طبعا من الجانب الذي يهمه أكثر. المحامين طبعا باعتبار المسطرة المدنية مهمة بالنسبة لهم لأنها هي أداة ديال الشغل ديالهم من جهة، ولكن فيها أمور تتهم حتى المهنة ديالهم من حيث الممارسة، وبالتالي فهما يعني مرتبطين بها أكثر. نعم، إلا بقينا من حيث الشكل، لماذا جل هذه القوانين لا تجد لها صدى إيجابيا داخل المتلقي؟ واش لأنها تساغ بطريقة النخبة أو في دوائر مغلقة، أو أنها ما عندهاش واحد نوع من التشاركية في وضع القوانين هذه؟ هذا يعني المنهجية ديال التشاركية، دابا بحيث أن هذا في الحق هذا المشروع ديال المسطرة المدنية هذا هو الصيغة 47، يعني سنوات ويتم الإعداد لهذا يعني إخراج هذا المشروع هذا، ولكن فقط من خلال ندوات، لقاءات، يعني ولكن المنهجية الحقيقية لاستماع الآخر وللتشاركية هي اجتماعات حول نقاط محددة بالضبط للوصول إلى ما يمكن الاتفاق عليه والاختلاف حول ما يمكن الاختلاف عليه وطرحه للمؤسسات التشريعية في النهاية. اليوم هناك صيغة ديال التقديم، أنا كنت كنتمنى هذه الصيغة اللي يتم اعتمادها من طرف الجهات ذات الصلة خاصة وزارة العدل ومن طرف يعني المؤسسات المهنية، لكن اليوم على ما هو يعني معروف هو أنها كانت مذكرات تقدمات سواء في هذه الولاية أو في ولايات سابقة، والأمر وقف هنا، أو على الأقل لم يخرج للمحامين بأن هذه النقاط وقع الاتفاق حولها وسيتم يعني قبولها، وهذه النقاط الأخرى لم يتم قبولها أو لم يحصل الاتفاق حولها. نعم، طيب شنو هي الملاحظات ديالكم حول حيث المضمون أو حيث الموضوع مشروع قانون المسطرة المدنية؟ مشروع قانون المسطرة المدنية الحالي يعني هناك ملاحظات كثيرة حوله، سواء من حيث
الشكل، من حيث الصياغة، من حيث يعني كثير من الجوانب اللي يعني ماسة بالمحاكمة العادلة وغير منضبطة لدستور 2011 بالنظر إلى المبادئ كيف؟ والمقاربات اللي جا بها الدستور. أنا غادي نوضح بعض الأمور فيها، ما يهمنا فيها هو نعطي بعض الأمثلة. نعم. وإن كان الوقت لا يتسع لذكر كل يعني مثالب هذا المشروع. مثلا من مقتضيات الأمن القانوني والأمن القضائي هو أن العبارات تكون مصاغة بشكل واضح دقيق يفهمها الناس، خاصة أننا بصدد قانون الشكل. لكن ملي كنجيو لهذا المشروع كنلقاو بأنه يتحدث عن حسن النية وسوء النية والنظام العام وعرقلة حسن سير العدالة، بل أكثر من هذا أنه يرتب على هذا حسن سوء النية يرتب عنه غرامات، بحيث إذا ثبت للمحكمة أن الطرف يتقاضى بسوء نية أو أنه يعرقل حسن سير العدالة فتفرض عليه غرامات. إذن ما هو كيف تفرض غرامات على مفاهيم لم تحددها بدقة؟ يعني كيف ما هو حسن النية؟ كيف نثبت أنه كان عرقلة ما هو حسن النية؟ ما هو سوء النية؟ ما هو عرقلة حسن سير العدالة حتى يمكن أن تقضي عليه بغرامة؟ إذن من مقتضيات كما قلت الأمن القضائي اللي جاء في دستور 2011 أنه يكون العبارات دقيقة. إذا كنا إحنا كمحامين وكممارسين عندنا صعوبة في فهم هذا الشيء، كيفاش المواطن العادي اللي هو المتقاضي كيفاش ممكن يفهم هاد الأمور هذه؟ ثانيا نجيو مثلا هناك بعض المؤسسات اللي تعطاها إمكانات مخالفة لمقتضيات الدستور. الدستور ينص على في التقاضي على المساواة بين جميع الأطراف. نعم. بما في ذلك الدولة، المؤسسات العمومية والمواطنين غير ذلك. ولكن ملي كنجيو مثلا للمادة 17 كنلقاوها تعطي للنيابة العامة إمكانية الطعن في أي حكم قضائي خارج أي أجل قانوني دون التقييد بأي أجل. معنى هذا أنه يمكن تصوروا واحد الحكم تمر عليه 40 أو 50 سنة ويمكن تجي النيابة العامة تطعن ببطلانه لمخالفته للنظام العام. دائما كنرجعوا لمفهومين غير محدد. نعم. اللي هو النظام العام الذي فيه نقاشات طويلة عريضة. ولكن أن يعني تعطى للنيابة العامة هذه الإمكانية وبهذا الإطلاق خارج كل أجل قانوني، هذا مخالف للمقتضيات الدستورية. مثلا مقتضى آخر متعلق بعدم قبول المشروع، فرض أداء غرامة في حالة ما إذا ثبت للمحكمة بأن عدم أن الطرف متمسك بعدم القبول وأن المحكمة قضت بعدم القبول يمكن أن تقضي عليه بغرامة. إذن هذا سيؤدي إلى فرض نوع من الرقابة الذاتية لدى الأطراف في التقاضي، لدى المحامين. أنا إذا كنت عارف أو لا خايف أو لا شاك بأن المحكمة يمكن تقضي عليا بغرامة، إذا ما غاديش ندير الدفع بعدم القبول. هذا سيرتب فيما بعد مشاكل أخرى عند علاقة بين المحامين والموكلين ديالهم، علما بأن بحال هذا المقتضى ما عنده حتى يعني أساس في الممارسة. هذا الشيء كان جاري العمل عادي بعدم القبول أو برفض الطلب بشكل عادي، إذا ما الداعي إلى فرض هذه المقتضيات؟ هذه المقتضيات ومقتضيات أخرى منها خاصة المادة 30 والمادة 375 متعلقة بطرق الطعن. هذه المواد كلها في النهاية تؤدي إلى التقليص من الولوج للعدالة، الحق في المحاكمة العادلة. ما يعني إحنا الآن بهذا المشروع هذا إلى مر ما بقيناش كنتكلموا على الولوج السلس والمستني للعدالة، ولينا كنتكلموا على واش بعد المواطنين بقى عندهم الحق يلجوا للعداله لهالدرجه. طبعا لان ملي كنقول لك انا وليت خايف بانني نقدم دفع بعدم القبول لان غيتحكم عليا بغرامه. ملي كنقول لك بانه ما عندكش الحق تقاضى استنافيا، ماده 30 يعني حددت الاختصاص القيمي في 40000 درهم. القضيه اللي ما كتفوتش 40000 درهم ما يمكنش تدوز للاستئناف، تتحكم ابتدائيا وانتهائيا في المحكمه الابتدائيه. 375 حدد الاختصاص القيمي لمحكمات النقد في 100000 درهم، بمعنى
ان القضيه اللي ما كتوصلش هذا القدر هذا ما غاديش توصل لمحكمه النقد، وستكون محكمه النقد سيكون ليس لن يكون لها راي في هذا النوع من القضايا لانها اصلا ما بقاتش قابله للطعن بالنقد. هذا الشيء في النهايه يؤدي الى ان اولا المس بالمحاكمه العادله، لان التقاضي على درجتين هو واحد الضمانه، واحد الضمانه اساسيه للمواطنين للتقاضي، وهذا الشيء معروف في المرجعيه الوطنيه وفي المرجعيه الدوليه لحقوق الانسان. ثانيا يؤدي الى نوع من التمايز بين المواطنين، القضايا اللي غتوصل للنقد والقضايا اللي ما غاديش توصل للمساواة بين المواطنين، لان هنا كاين قيمه ديال المبالغ الماليه. هذا الشيء عنده واحد الجانب اخر، عنده واحد الانعكاس اخر سلبي على المحامين، لان ملي كنقولوا يعني قضايا غتحكم ابتدائيا ما غاديش تمشي للاستئناف، معناها واحد العدد ديال القضايا ما غاديش يبقاو ينوبوا فيها المحامين، لان هذا تقليص مجال اشتغال المحامين. هنا كاين واحد النوع من المفارقه في الحقيقه. في السنوات الاخيره وزاره العدل دخلت عدد افواج كثيره للتذكير، في ولايتين فقط ديال الهيئات في ظرف 6 سنين دخلت حوالي 9000 ديال الوافدين الجدد على المهنه ديال الشباب في ثلاث امتحانات، سنه فيها امتحانين والولايه الاخرى كان فيها امتحان، حوالي 9000 اللي دخلت فات. وللتذكير هاد 9000 راهم تمثل نصف الجسم المهني اللي عمره قرن من زمان دخل في واحد الفتره، يعني هاد الشيء يثير اشكالات اخرى في التكوين وفي كذا وفي كذا، هذا موضع اخرى. ولكن المفارقه هي كيفاش كتدخل افواج كثيره وكاين تقليص ديال وتتقلص لها المجال ديال الاشتغال ديالها. هذا لا يساهم في تحسين اوضاع المحامين وفي التخليق وفي واحد المجموعه ديال الشعارات وواحد المجموعه ديال المبادئ اللي ممكن نتذكروا عليها فيما بعد، ولكن في المسطره المدنيه تقلص مجال عمل المحامي وكتصعب على المواطن انهم يولجوا للعداله، وبالتالي هذا الشيء كله كيؤدي الى مشاكل اخرى. يعني في ظل هذه الملاحظات ديالك السيد النقيب، هو السؤال كيطرح، شنو هي الفلسفه ديال واضع هذا المشروع هذا؟ لانه ضروري كنتكلموا على خلفيه، نحن الان في خدمه واحد الحكومه معينه عندها خلفيه معينه، واش هي اللي حكمت على انه هذه المسطره تكون بهذا الشكل هذا؟ كما قلت هذه الصيغه هي يعني هذا الموضوع كان مطروح في حكومات سابقه، ولكن دائما كان يتم التراجع، ما كانش كيوصل للمرحله التشريعيه نهائيا. القوانين الشكل القوانين بشكل عام لا يستحب انها تعدل بشكل مستمر، هي القوانين قد ما طالت في الزمن قد ما تكون مفيده وتتعطى للقضاء الفرصه ديال الاجتهاد فيها الى غير ذلك. بالمناسبه هذه المسطره ما طرعاش في هذه الشهادات القضائيه لعقود من الزمن اللي تراكمت، هذا واحد الموضوع اخر. على كل حال هذه الحكومه بالنسبه لي انا، لان هذا مثلا تقليص طرق الطعن شكون اللي غيستافد منها؟ إذا قلنا ضارة بالمحامين وضارة بالمواطنين، هنا تطرح هذه الأسئلة اللي عندها علاقة كما قلتي بالحكومة الحالية. واش ضروري السؤال اللي تنطرحوه في هذا الشيء هذا، واش ضروري أصلا تعديل مدون المسطرة المدنية؟ المسطرة المدنية خاصة في ظل هذه الظروف الصعبة، في ظل إذا كان هناك بعض المشاكل، كاين مشاكل في التنفيذ، كاين مشاكل في التبليغ، كاين بعض المشاكل يمكن معالجتها في الممارسة. في الممارسة هنا ليس كل المشاكل التي تعاني منها منظومة العدالة سببها القانون. نعم. هذا الأمر يجب الوقوف عنده بدقة، ليس كل الأمور أساسها كاينة فعلا، أمور للأساس ديالها قانوني. وفين كاين الخلل؟ في التنزيل ديالها؟ نعم في الممارسة. هناك أمور كثيرة التي يمكن إصلاحها في الممارسة، ليس بالضرورة تعديل النص القانون. إليك بعض الأمور اللي فعلا يعني في القانون، مثلا حذف مسطرة القيم، مثلا بعض الأمور هكذا التي هي إيجابية، هذه يمكن معالجة في القانون، لكن ما الداعي إلى فرض غرامة بالنسبة لعدم القبول؟ ما الداعي إلى حذف طرق الطعن؟ ما الداعي إلى هذا الشيء كله؟ ما يمكن يتقال إلا عنده واحد الخلفية معينة ديال تقليص الولوج إلى العدالة وهاجس السرعة في الاحكام. مثلا نعم. مثلا المقتضى المتعلق بتبليغ الاحكام الى مكتب المحامي، هذا سيخلق مشاكل كثيره. فعلا من معضلات العداله اليوم في المغرب هو التبليغ والتنفيذ، ولكن لا ينبغي حل هذا المشكل بالقول باننا الى بدينا تنبلغوا الاجراءات ما عدا الحكم النهائي الى مكتب المحامي حلينا المشكل، هذا سيخلق مشاكل اخرى بين المحامين وموكليهم،
وغادي توصل ايضا للقضاء. نعم الا سمحتي سيد نقيب، وانه الان تكلمنا على عدد ديال الملاحظات الان. نعم. كما قلنا بقى ايام قليله وانه يعرض على اللجنه في اطار المصادقه ومن بعد يطرح النقاش العمومي البرلماني. يعني انتم غنتكلم معك الان بقبعه المنسق الوطني للقطاع المحلي الاتحاديين. نعم. شنو هي السبل القانونيه؟ انتم عندكم فريق في البرلمان وايضا كاين اليات قانونيه، كيف يمكن التصدي لعدم تنزيل بهذا الشكل بهذه الملاحظات ديالكم؟ اولا انا كنتمنى أنه الحكومة والفرق البرلمانية أنها تأخذ مقترحات ديالنا بالتعديلات بعين الاعتبار من يوم الجمعة وبعد ذلك في المناقشة العامة والتصويت على المشروع. كنتمنى الأمور تمشي في هذا الاتجاه. إذا يعني الأمور ما مشاتش في هذا الاتجاه فغادي نستعملوا جميع الوسائل التي يتيحها القانون للتصدي لهذا المشروع، مثلا بما فيها ما يتيحه الفصل 132 من الدستور الذي يتيح إمكانية الطعن أمام المحكمة الدستورية لعدد من البرلمانيين لخمس مجلس النواب قبل إصدار الأمر بتنفيذ القانون. يعني من اللي ينتهي القانون قبل إصدار الأمر بتنفيذه يمكن الطعن في القانون عن طريق كاين طبعا ستة ديال الجهات اللي يمكن الطعن. نعم. اللي يمكن الطعن في القانون من بينها خمس مجلس النواب اللي العدد ديالو هو 79، 79 الخمس يعطي 79، واعتقد بان هذا العدد هذا متوفر عند فرق المعارضه. نعم. لان هذا القانون جابته الاغلبيه الان، هذا متوفر في عند الاغلبيه عندها هذا العدد هذا، ولذلك احنا كقطاع وربما هذا الشيء غيشاركونا فيه قطاعات اخرى وجهات اخرى اللي يمكن اننا نلجؤوا لهذه الوسيله القانونيه للتصدي لهذا مشروع القانون. سنسعى لدى فرق المعارضه بما فيها اولا الفريق يعني ديال المعارضه الاتحاديه في مجلس النواب باش يمكن اننا ندوزوا هذا الشيء للمحكمه الدستوريه لتقول كلمتها فيه، لان هناك يعني تعارض كبير لكثير من المقتضيات في هذا المشروع مع الدستور. من بين المقتضيات التي اثيرت ايضا هو انه هذا القانون لا يمس الحق في الدفاع بطبيعه الحال والحق ايضا في المحاكمه العادله. ننتقلوا الان للوضع المهني، لانه هذه الامور هذه كلها الا ما كانش واحد الوضع المهني ديال المحامي سليم ويعني عنده اخلاقيات وعنده مجموعه الامور اللي ملتزم بها ما ممكنش يتنزل هذا الشيء كله. السؤال اللي كيتطرح سيد نقيب الان على خلفيه عدد من التوقيفات اللي عرفتها هيئات وهذا ديال المحامين في مختلف الحالات، في نظرك لماذا كل هذه التوقيفات وهل هي ضروريه من اجل يعني بين قوسين تطهير الوسط ديال المحامين؟ بخصوص التوقيفات القرارات التي تصدر عن هذه الهيئات انا ليس لدي الملفات امامي بالنسبه لكل ولكن ما قلت قرار قرار ما يمكنش نعطي موقف من هذه القرارات، ولكن اتحدث عن الوضع بشكل عام. نعم. لا ابالغ اذا قلت بان الوضع المهني سيء جدا. سيء بالنسبة نعم سيء جدا بالنسبة لغالبية المحامين، بالنسبة للمهنة ككل، لوضع المحامين خاصة الاعتباري الذين لم تصبح مساهمتهم في الشأن الوطني مناسبة كما كانت، ما بقاتش عندهم الوضعية الاعتبارية والمكانة اللي كانت عندهم في سيد نقيب. كنتكلموا على المجموع شحال عندنا ديال المحامين في المغرب؟ واحد 16000 حوالي. نعم يعني 16000 ملي كنقولوا وضع سيء يعني راه رغم انهم نعم. قلال نعم إذا تحدثت عن الوضع بالنسبة للمحامين بشكل عام وأيضا بالنسبة للوضع الفردي ديال المحامين، وهذا في الحقيقة ملموس من خلال المعايشة اليومية لأوضاع المحامين بالمقارنة مع فئات أخرى بالنظر السابق وبالنظر للممارسة للحالة اليومية التي نعيشها، وهذا راجع لكثير من العوامل منها بعض القوانين، هذه القوانين التي تقلص مجالات عمل المحامين، ومنها هذه يعني الطريقه التي يتم بها استقبال يعني افواج كثيره دون توفير بنيه استقباليه حقيقيه، ولكن ايضا من الاسباب الاساسيه هو ما اصبح يستشري في اوصال المهنه من فساد. صحيح هذا الفساد اللي سائد يمس عدد قليل من المحامين هما اللي يعني يمكن يوصفوا بهذا الوصف هذا، ولكن رغم قله هذا العدد فهم مؤثرون لهذه الدرجه. نعم هما قلال ولكن عندهم تاثير.
الخطير في الامر في هذا الموضوع هو ان هاد الاشخاص ما بقاوش فقط الممارسه ديالهم فاسده في الممارسه المهنيه، ولكن انتقلوا الى المؤسسات، بحيث ان الثروات التي راكموها بطرق غير مشروعه توظفوها في العمليات الانتخابيه ليصلوا الى المؤسسات المهنيه. وهذا هو اللي علاش الان المؤسسات اصبحت في كثير من الحالات شبه عاجزه على انها تاخذ القرارات اللازمه لمواجهه الفساد، لانها ما بقاتش سليمه بشكل عادي وطبيعي. وهذا تيهدد بان الفساد في الوسط المهني يصبح بنيويا، يعني ماشي حاله معزوله او كذا، ملي تيوصل للمؤسسات المهنيه. طبعا حنا كنزهو يعني الزميلات والزملاء وكذا، وكنقولوا دائما تنأكدوا على انها قله من المحامين هي الفئه الفاسده، ولكن كاين هذا الخطر ديال انها هي قليله ولكنها لها تأثير، لها تأثير، وهذا تيصعب يعني الاصلاح. وهادشي هذا لاحظنا في عدد ديال المحطات الانتخابيه السابقه، خصوصا الخطاب ديال الفساد كيبقى. طبعا دابا انت ملي كتشوف بان الحملات الانتخابيه اللي ولات كتخسر فيها ملايير فعلا، هذا كيطرح اكثر من تساؤل. اليوم ماشي الناس اللي كيترشحوا هما الناس اللي تيتمتعوا فقط بالمكانه المهنيه، الممارسه المهنيه السليمه والخلفيه الفكريه والقرب من المحامين بشكل قانوني ومشروع والعلاقه مع المجتمع والخلفيه الحقوقيه والقانونيه والاحترام اللازم. ماشي هذه، ماشي هاد بزاف ديال الناس يترشحوا اللي فيهم هذه المواصفات ما بقاوش كيوصلوا للمؤسسات. وهذا هنايا فين كاين الصعوبه ديال الاصلاح ديال الوضع، ولكن هذا الشيء باقي. واش ما كاينش اليات ديال الردع والزجر؟ إيه لا، انا قلت يعني هذا الشيء كنتكلموا عليه. حتى كنتكلموا سيد نقيب على كما قلت لك في الاولى، هذه واحد الفئه اللي ما كبيرهش بزاف، 16000 محامي ولا محاميه، ويستشري فيهم بين قوسين هذا الفساد. راه لا، هو 16 الفساد لا يستشري في 16000. لا يعني كنتكلموا على واحد الفئه دائما بلا ما نعطي النسبه، ولكن هي قليله وسط المحامين. في اي هيئه هي الفئه الفاسده قليله جدا، تعمل على احتكار القضايا وتصل الى القضايا بطرق غير مشروعه، يعني تراكم ثروات ماليه كبيره واصبحت توظفها في العمليه الانتخابيه، ولكن هذه الفئه قليله. ولكن ملي ولات كتوصل للمؤسسات كيولي التاثير ديالها كبير جدا. واحد النقيب كان في واحد الندوه كيتكلم ربما ان حتى هذه الفئه القليله اصبحت تؤثر حتى على مستوى اتخاذ القرار، من بينها اليه الحمايه الاجتماعيه ديال المحامين. قال لك هذه الفئه هذه كتعترض اي اصلاح اجتماعي لفائده هذا طبعا المحامين. طبعا، لان هنا تولي صراع يعني اشنو اللي في مصلحتها، مصالح نعم، وفي مصلحه الناس اللي طلعوها والطرق اللي كتستعمل، وشنو اللي ماشي في مصلحتها. طيب غادي نتكلموا الان كيف ممكن التصدي لهذه الفئه هذه؟ هناك كثير من الجوانب التي ينبغي التصدي لها. كاين الجانب القانوني، وهنايا كنتمناو انه قانون المهنه، المشروع اللي راه الان اليوم في الامانه العامه للحكومه، كنتمناو انه يقوي المؤسسات وانه يمكن المؤسسات من انها تكون قويه وقادره على التصدي للفساد. ثانيا، ان هذه الافواج التي تليج، لانها في النهايه المهنه هي الناس اللي كينتخبوا هما القاعده ديال طبيعه الحال، هذا هو المعنيين اكثر. هنا ما يمكنش هاد الناس الا ما توفرش لهم بنيه استقباليه حقيقيه وما توفرش لهم امكانات العمل، لانه الانسان اللي ما كيخدمش ما عندوش مدخول، راه يمكن يمشي مع اي جهه من الجهات، لان الحاجه كتدفعوا لامور وممارسات اخرى، وتيصبح ينتقل تيولي واحد الجزء من واحد المنظومه اخرى. الا بقينا كندخلوا الناس وما كنوفروش لهم الشغل، راه حنا كندفعوا بهم الى زوايا الانحراف. خصنا نوفروا للناس الشغل، خصنا نوفروا للناس بنيه استقباليه حقيقيه، يكون الناس عندهم فين يخدموا. توسيع مجال الاختصاص ديال المحامين، هذا هو اللي مطلوب، ان يمارسوا في طريقه يعني في فضاء وبطريقه سليمه، ان يكون هناك مؤسسه للتكوين. محامين تيدخل ما يمكنش من الكليه كيدخل، الهيئات اصبحت عاجزه على انها تقوم بتكوين المئات من المحامين في كل فوج. وبالتالي ما بقاش ممكن انهم يعني يمارسوا بشكل عادي وطبيعي بعيد عن الاعراف والتقاليد ومعرفه الحقوق ومعرفه الواجبات والتعاطي مع الهيئه القضائيه بالاحترام اللازم الى غير ذلك. هذا الشيء كله كيتعلم، وعاد ممكن انه كيجي باش هذا المحامي اللي تعلم هذا الشيء هذا كيولي تيدلي بالصوت ديالو فعلا بشكل مناسب.
اما في غياب هذه المعطيات فشيء طبيعي ان النتيجه التصويت ديالو ما تيكونش يعني مناسب، وكنبقاو يعني وكاننا نعيد انتاج الازمه. ولذلك المعالجه القانونيه مهمه، هاد السياسات العموميه اللي كدار اللي عندها علاقه بالقطاع مهمه، يعني هاد القوانين اللي كتصدر واللي خصها توفر يعني شروط مناسبه للممارسه، كل هذا الشيء اساسي وضروري لمحاربه الفساد. الا ما دارش هذا الشيء كله واخا نبقاو نادبوا في الناس ما غاديش نقضيو عليه نهائيا. نعم سيد نقيب، كتكلم على الحقوق والواجبات. نعم. واستحضر فيك الوجه الحقوقي، وانت كنت الرئيس السابق للجنه الجهويه لحقوق الانسان في خريبكا. يعني الان نتكلموا على هذه المشاريع القوانين اللي كاين الان. تكلمنا على قانون المسطره المدنيه، كاين قانون الاضراب، كاين يعني المدونه الحوايج الشخصيه، قانون المسطره الجنائيه. واش ممكن تكلموا على الروح الحقوقيه ديال هذه القوانين هذه؟ نعم، في الحقيقه يعني هذه القوانين كلها عندها علاقه بحقوق الانسان، هي القوانين كلها عندها علاقه بحقوق الانسان في النهايه، لان القانون مرجع اساسي. نعم. مرجع حقوق الانسان، والقضاء هو الاليه الاصيله لحماية حقوق الإنسان. هذه المبادئ اللي معروفة، ولكن مع ذلك هناك قوانين تبدو من الظاهر أنها عندها علاقة أكثر بحقوق الإنسان، مثلا بالنسبة للقانون التنظيمي للإضراب اللي الحكومة الآن غادي تطرحه. هذا واحد القانون مهم بالنسبة للطبقة العاملة، بالنسبة أيضا يعني للمشغلين. هذا واحد القانون اللي مهم بزاف، اللي عنده واحد المرجعية دولية وعنده واحد التاريخ في المغرب تنص عليه في جميع الدساتير، ولكنه لم يصدر. دائما كنا كنقولوا الإضراب حق مضمون وسيصدر كذا. يعني الآن مزيان يكون، ولكن ما يمكنش يكون هذا القانون بدون قانون أساسي آخر هو قانون النقابات، لأن هادو جوج ديال القوانين مرتبطين، لأن الإضراب أساسا غيتنظم بناء على النقابات يعني وبالتالي ما يمكنش تحدوا على قانون ديال الإضراب والنقابات ما عندهمش قانون. يعني كاين قانون ديال الظاهر ديال 57، ولكن يعني ماشي هو القانون الحقيقي اللي خص يكون عند النقابات فيه تفصيلات كثيرة اللي طال انتظاره. أيضا مدونة الأسرة، اليوم مدونة الأسرة هي اليوم في المجلس العلمي الأعلى يعني بإحالة من جلالة الملك. في الحقيقة يعني تبقى الأمل هو أن جلالة الملك يعني لأنه هو اللي دعا أساسا لتعديل المروءة. نعم. يعني التقاطب اللي حدث أيضا للأسف حول المدونة في هذا التعديل الجديد أيضا أعادنا إلى 2003 و2004، وبالتالي صعيب جدا ان نتصوروا كحداثيين انه يكون تعديلات بالشكل اللي كنتصوروها، لان بان فعلا بان المجتمع منقسم على نفسه، فعلا كاين تيار محافظ يعني يقاوم كل التعديلات اللي ممكن تكون عندها نفس حقوقي اكبر، اللي ممكن يكون عندها نفس حداثي كبار، اللي ممكن تخدم المراه وتخدم الطفل وتخدم الاسره بشكل عام في اطار التصور ديال الدوله الديمقراطيه الحداثيه. هذا الشيء دابا في هذا الوضع اللي حنا فيه صعيب. ايضا تنقدروا بان طبعا بالنسبه للدوله تراعي هذا الشيء، هذا ما يمكنش، لان الممارسه تفرض هذا الشيء، هذا تفرض المجتمع منقسم تراعي. نعم. جميع الامور، جميع هذا يعني الاراء اللي كاينه في المجتمع، وهذا شيء طبيعي في الممارسه السياسيه. ولكن تبقى الامل ديال المراه المغربيه، وتبقى الامل يعني في جلالة الملك انه تكون التعديلات فعلا كتمشى مع النفس الحقوقي والنفس ديال العهد الجديد وديال الدوله الديمقراطيه الحداثيه. يعني كاين ايضا ملي كنتكلموا على الجانب الحقوقي كيتطرح هاد الاضرابات، وحنا غنتكلموا على مشروع القانون ديال الاضراب. الان عدد من المحاكم كتعرف اضرابات مما يمس ربما بحق المتقاعدين، ولكن ايضا في نفس الوقت ينبغي ضمان حقوق الموظفين والكتاب الضبط. يعني كيف ممكن التوفيق بين هذ الامرين؟ فعلا هذه الظاهره ديال الاضرابات في المحاكم هي اصبحت ظاهره يعني، وخا كانت وقفات شحال هذا ولكن رجعت بقوه. ما ينبغي التاكيد عليه هو ان الاضراب هو حق مشروع. الموظفين ديال المحاكم عندهم مطالب. الاحتجاج ايضا حق مشروع، يعني ما فيه نقاش، ولكن هذا المبدا، ولكن العمليه عندها وجه اخر وهي تعطيل المصالح ديال المواطنين
التأثير على مهن أخرى خاصة المحامين اللي ما تبقاوش خدامين. هذا الشيء طبعا ما تيتحملوش المسؤولية ديالو الموظفين، ولكن اللي كيتحمل المسؤولية ديالو هو وزارة العدل. أنا ما كنفهمش أي علاش وزارة العدل ما تفتحش الحوار. نعم، وأكيد أنها واحد الوقت غادي تجلس معهم وغتفتح معهم الحوار وغتحقق لهم المطالب، إلا ما قلناش بأن ربما غتحقق لهم أكثر مما طلبوا في الأول، بحال كيما وقع في التعليم. وربما هذه الظاهره دابا ما كاينش غير في المحاكم، هي في الصحه، ها هي في يعني في مع سواء مع الطلبه او مع الموظفين، هي في الجماعات المحليه، هي في عدد من القطاعات. للاسف هذا الشيء تيطرح مساله الحوار. الحوار في وقته، ماشي الحوار حتى يفوت الوقت. تيفوت يعني الزمن ديال التحضير سي النقيب. ايضا حتى هذه الازمه ديال طلبه الطب طبعا 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 سبعة اشهر ومن الحوار اللي قلتي ما كاينش. هنا كيطرح الرجوع لواحد النقاش ديال المؤسسه ديال الحوار الاجتماعي. لابد من اخراج المجلس الوطني للحوار الاجتماعي باش هذا الحوار الاجتماعي يكون بشكل دائم ومؤسس، خصو يكون بشكل منضبط. المجلس الوطني ديال طبعا المؤسسات. المجلس الاقتصادي والاجتماعي طرح منذ سنوات مقترح قانون لاحداث المجلس الوطني للحوار الاجتماعي، وطبعا هذا غيمكن من انه يكون الحوار دائم سواء على الصعيد الوطني او الصعيد المحلي، وسواء بشكل عام او على مستوى كل قطاع، وما غاديش تبقى هذه المشاكل كلها تظهر، يعني لان غيكون الحوار تحقيق المطالب الممكنه اللي تاجل كتاجل، وكيكون الحوار يعني هذه المؤسسه كتشتغل كما تشتغل كل مؤسسات الدوله، وبالتالي ما غاديش تبقى هذه حاله الاحتقان اللي هي سائده اليوم في عدد من القطاعات. طيب سيد نقيب على البصراوي، شكرا جزيلا لك. كنتي معنا ضمن هذه الحلقة من برنامج ضيف وقضية، شكرا مرة أخرى لحضورك معنا. مشاهدي الكرام، شكرا جزيلا وإلى اللقاء.